يعني اذا على المنتجات حقيقه يعني احنا ركزنا على الاشياء المهمه داخله ببيوتنا وفي اسواقنا. يعني افضل شيء لما دخلنا بهذا المحتوى الثقافي الكبير وضعنا في فريق رصد للشباب اللي هم متخصصين في كشف هذا، وجدنا انهم اعجوبه انه الماء قناه الماء بالبيوت وموجوده. والادهى من ذلك انه نفس المشرعين بقانون التقنيه وفي داخل مجلس النواب وفي كل مكان وفي كل محفل وفي كل مؤسسه وزع الماء وتوزع الدس وزع الاشياء اللي هي داعمه للسياحه. حقيقه هذا يصير استغراب. الان لما اجي اشرع وعلى السلطه التشريعيه وما اجي اراقب مره اخرى والوصلات، وهذا كارثه. هاي واحد. اثنين انه الامور الاخرى احنا على قضايا حتى الطفوله منتهكه، يعني هاي الطفوله الصغيره تروح على تشيف ديز وغيره 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 من المنتجات الاخرى تلقاها في الحقيقه داعمه للكيان، وهي يعني هنا بهذا المورد في الجيوب. طيب بلداننا العربيه والاسلاميه الى الكيان ويقوي اقتصادها وبالتالي يقوي مكانته العسكريه وتوصيلاته العسكريه.